كامل أقوى خمسة تمارين لتضخيم وتعريض عضلات الظهر بطريقة جد سريعة. مرحبا بكم يا أبطال مع كوتش حكيم لوماجيسيان، لنتعرف على أسرار وتفاصيل حصة عضلات الظهر في الجيم. هيا بنا لنبدأ. بعدما تنتهي من تمارين إحماء الجسم، سنبدأ مع التمرين الأول لعضلات الظهر. هذا التمرين يا أبطال يستهدف لنا عضلات الظهر بالكامل مع تعريض الأجنحة. ستقوم بهذا التمرين 4 جولات، وإليكم التفاصيل. مباشرة سوف نمر إلى التمرين الثاني، وهذا التمرين أساسي في حصة الظهر. نستهدف منه تعريض الأجنحة. كل ما قمت بالتمرين بشكل بطيء، كل ما راح تستفيد من التمرين بشكل أكبر. ستقوم بهذا التمرين 4 جولات، وإليك التفاصيل. وقبل أن نمر إلى التمرين التالي، خليك دائما على عادة شرب الماء وسط التمرين، لأن عضلاتك تحتاج إلى ماء باستمرار. التمرين الثالث يا أبطال سيكون على هذا الشكل. سنلعب كل يد لوحدها. كلما ركزت بشكل أكبر في التمرين، كلما راح تستفيد وتخلي عضلات ظهرك عريضة جدا. وبعد الانتهاء من 10 تكرارات لكل يد، مباشرة قم بهذه الطريقة وسوي 10 تكرارات أو 6 على الأقل، وإليك تفاصيل التمرين. التمرين الرابع من أهم تمارين الظهر، وهنا نستهدف التضخيم حجم عضلات الظهر، لكن أهم شيء طريقة أداء التمرين بشكل صحيح. لا تخلي تمرينك غلط مثل هذه الطريقة، أن ترجع بجسمك أو ظهرك إلى الخلف أكثر. هذه طريقة غلط، لأن بهذه الطريقة لا تستهدف عضلات ظهرك بشكل صحيح. ولكن الطريقة الصحيحة ستكون على هذا الشكل. خلي ظهرك مستقيم دائما، وقم بالتمرين 4 جولات، وإليك تفاصيل هذا التمرين. التمرين الخامس من أكثر تمارين التي أحبها، لأنها تستهدف كل عضلات ظهرك بشكل أكبر. لا تنتهي من هذا التمرين حتى تصل إلى الفشل العضلي. كرر التمرين 4 جولات، وإليكم تفاصيل حول هذا التمرين الرائع. وكانت هذه من أقوى وأفضل تمارين لعضلات الظهر التي سوف تركز عليها في حصتك، وإن شاء الله أعدك أنك سوف تصل إلى نتائج جد رائعة. وإذا أعجبكم شرح هذا الفيديو، لا تنسوا بدعمي حتى أستمر بتنزيل لكم كل الفيديوهات. وسوف نتطرق إلى جميع الحصص التي سوف تحتاجها وكل عضلات جسمك المهمة، فقط دعمني ولن تندم. أما بخصوص التدريب الشخصي، حاليا متوفر في الإمارات دبي، وأي شخص يريد مدرب احترافي أنا راح أقوم بتدريبه. أما بالنسبة للتدريب الشخصي أونلاين، أيضا متوفر لأي شخص في العالم. راح أترك لكم في الوصف رقمي على الواتساب أو حسابي على الانستغرام، تواصل معي ثم راح أساعده. وكان معكم حكيم لوماجيسيا. سلام.